بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا اهلا وسهلا بكم الى المستايا، مجريات مباراه فالنسيا امام برشلونه. دائما كالمعتاد سواء في الدوري او الكاس، تذكرون نهائي كاس الملك السنه الماضيه، دائما المواجهات بين الفريقين كانت مواجهات قويه، خاصه هنا في المستايا، الملعب الذي لم يخسر في هذا الموسم فريق فالنسيا في مواجهه البارسا رائد الترتيب منصفه مع فريق ريال مدريد، وفالنسيا صاحب المركز السادس. غوميز حاول يمر ولكن التغطية من سيرجي روبرتو، وفي خطا يقول الحكم لكارلوس سولير وكذلك لغوميز على الجهه اليسرى في اتجاه جوردي ألبا. اول مره هل هي فريق على الجهه اليسرى، سولير يدخل، با 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 ضربه جزاء، ضربه جزاء من دون تردد وبطاقه صفراء لبيكي. اول كره واول لعبه واول لقطه واول تهديد واول ضربه. غوميز يستعيد، غوميز يتقدم، غوميز وبا با با انقذها تير شتيغن في نهايه المطاف. التاثر كان لغوميز وليس لتير شتيغن. نعم ينقذ مرمى من توريس، توريس دانيال فاس مره ثانيه معاه سيرجيو، معاه جوردي ألبا والكره في الخطا الحش كبير. ميسي استلم الكره ودخل، ضيعها في اتجاه توريس. سبب في ضربة الجزاء وكاد يرميها في الجول ويسجل الهدف الأول. يرجع لجايا، هيدا من جايا، ديون طلبها ميسي، وصلت واستلمها ميسي، لم يمر وفي خطأ. آي 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 آي. في تنفيذ هذه المخالفة ميسي وبعيدة عليا تماما، هذه الكرة راحت فوق المرمى من ليو ميسي، ولكن إذا سجل عليك فأنت لو بين الحق. غوميز ويسدد، با 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 رائعة، أولا لا على مرتين، يا سلام، يا لها من كرة ويا لها من قوة ويا له من تير شتيغن. تير شتيغن بيده القائم الكرة، توريس وفاس، توريس في التوزيعة بعيدة تماما. جايا محاصرة بالثلاث لاعبين، جايا في خطأ، يصفر الحكم. طبعا ضغط كبير بالنسبة لعشاق فالنسيا، مجيء الريال والبارسا والاتليتيكو. يا برشلونة، فالنسيا خطير بالراس والدفاع، كوندوبيا باليسرى يضغط فالنسيا، كوندوبيا خطيرة. هذه يريد يلقاها ويستلمها، خطيرة لوبيز، هي لم تلقى على الجهة اليمنى عن طريق اللاعب توريس. جوردي ألبا مع فاس خطيرة، وإيزيكيل يلعبها من هنالك، جريزمان، أولا لا، أومتيتي، يا كاميرو ضاعت منه الكرة، وفاتي وحكم المباراة خيسوس خيل مانزانو يصفر نهاية الشوط 0-0 فالنسيا برشلونة. أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين. ألبا، أومتيتي، بيكي، بوسكيت، أولا لا، فاتي، أول فرصة صعبة، تمريرة من ميسي لفاتي، أول لولا، وما زالت الخطورة. غوميز، 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 وبا با 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 جول، غوميز يسأر، غوميز يسدد، غوميز يسجل ويهز الشباك في الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة، يسجل ثامن أهدافه غوميز. باغتت الحارس تير شتيغن لأنها ضربت في الزميل، ضربت في فاتي، فاتي الصغير كرته لم تمر، وديونغ وبين أحضان الحارس دومينيك، كرة ديونغ بيسراه لم تكن فيها عليها في الهجمات المعاكسة، خطير فالنسيا، توريس وأمتي عن قريب، وانطلاقة سريعة هنا لصالة عناصر فالنسيا، من هنالك عن طريق توريس يستفيد من خطأ وبطاقة صفراء أخرى يخرجها الحكم. المباراة هذه المرة أمام ميسي، ميسي يستند على من هنالك على ديونغ، ميسي كرة صعبة، فيدول، دفاع، راح ميسي، راح ميسي، راح ليو، راح ميسي، وبطاقة صفراء لكوكلا، سيدة الوحيدة لإيقافه. يا كلام فرانسيس كوكنا، هي خطيرة، خطيرة، وسولير، اللاعب سولير
سولير يرفعها بعيدة في القائمة الثانية تير شتيغن في الكرة العالية. من هنالك ناحية جورتي ألبا ممتازة لميسي بابا رائعة والرائع هو جا ينقذ مرمى من أمام ليو فاتشر الجهة اليمنى من هنالك في اتجاه الراس من المباراة الثانية تسترجع من كوكلان كوكلان كوندوبيا ثنائي ولا أروع كوكلان كوندوبيا ديونغ مع ميسي ديونغ يبحث عن غريزمان الأرتورو فيدال كوندوبيا ميسي استلمها ميسي كرة ميسي الثانية مرت هذه المرة جانبية على يسار الحارس جاومي دومينيك خسر برشلونة في اللعب الهجومي كرة ميسي فيدال يوصل عليه لجوردي ألبا جوردي ألبا ميسي اولالا ضربناها بقوة مرت على اليسار رفعناها فوق الحارس وصلت فوق الشباك المرة الثانية الثالثة مع الأدرين الكرة توصل لغريزمان توزيع لي با 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 رايح خطيرة من ليو ميسي رودريغو وكذلك غوميز وفي خطأ يصفر الحكم بعد هذا التدخل بوسكيتس ما زال عنده الكرة بوسكيتس وين الكرة هذه حكم يقول خطأ الحكم يقول الخامس عشر ليو ميسي يستعيد ينفذ المخالفة والحارس دومينيك ينفذ الموقف ويخرجها مباشرة في التماس ومتيتي يلحق من أمام رودريغو في خطأ توصل على الجهة اليمنى هي كرة صعبة عن طريق اللاعب توريس باسولير وصلت على الجهة اليسرى كرة جول كرة جول كرة جول كرة جول جول با 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 ماكسي لوبيز أو ماكسي غوميز يضيف الثاني يا سلام اللعبة ولا مروة رودريغو مورينو لماكسي غوميز وجول لم تحتسبوا لي الهدف الأول أنا أسجل الثاني وبروعة على يسار تير شتيغن فالنسيا متفوقة على برشلونة ب 2-0 في الميستايا فالنسيا سيدة الميستايا في الكرة الماضية باوليستا كوكلان يلعب فيها روزان ناحية كارلوس الكرة في الركنية تنفذ خارجة بعيدة خطيرة باوليستا جول والحكم يقول خطأ الحكم يقول خطأ ويحرم باوليستا من أول أهدافه انتظروا 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 ماذا هنالك الكرة خرجت أم لا نشوف هنا إذا كرة توريس من أمام فرينكي ديونغ